اي قدس ازاد قدس ازراه كربلاء ان احتلت كربلاء اللي احنا قلنا راح نحرر القدس عن طريق كربلاء ازاد قدس ازراه دمشق راحت دمشق وتدمر الشعب السوري من وراء هذا الشعار ازاد قدس ازراه بيروت ذيك بيروت اليوم منتهيه وحالتها الاقتصاديه بوضع سيء جدا ازاد قدس ازراه صنعاء نحررها عن طريق صنعاء وكل ما نريد نحتل بلدي بلد عربي كل ما نريد نضرب بلد عربي وكل ما نريد نضرب مصالح عربيه يطلع شعارنا المعروف ازاد قدس ازراه فلان احنا في وقت احنا قاتلنا الاسرائيليين وشو قاتلنا الامريكان احنا شعار هذا بس نخدع به الشارع الشيعي الشارع العراقي بالوسط والجنوب احنا نخدع بهاي الشعارات لا احنا اهل مذهب ولا احنا اهل دين ولا احنا ناس يهمنا الوطن احنا ناس خلصنا عمرنا قلقين غرباء عايشين بازقه الايرانيين عايشين بقم وطهران اذلاء نركض ورا التومان شو وقت نعيش شو وقت ناكل ايران محتقرتنا ايران حتى ما اعطتنا جناسي لان احنا خونا اذلاء ايران ما اعطتنا اي حق واحنا داخل ايران لان احنا خونا اذلاء لذلك من عندنا ركبوا البحار وراحوا غرقوا في 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 في, في المحيطات وهم هاربين على استراليا ولذلك احنا كنا واني واحد من عندهم اللي هربنا على اوروبا وصلنا اوروبا هرب من دجل ونفاق ايران لان يعرفون قذاره ونذاله وصاخه الاطار الفارسي والايرانيين وشنو سووا بالعراقيين داخل ايران وشنو سووا ونعرف احنا احسن من غيرنا شنو سوى الاطار الفارسي يلا تفضل هاي المناطق الغربيه اليوم اهاليتها بالمخيمات مهجرين مهاجرين نازحين مغدورين واليوم يتغنى الاطار الفارسي بدفع وصرف المليارات هنا وهناك والبنوك العراقيه اللي تدفع الدولار الى طهران على حساب تعاسه وجوع العراقيين، لابد ان يتخذ العراقيين موقف، اليوم احنا الى متى احنا نبقى ولدنا بالسجن؟ الى متى اليوم سجن الحوت بالناصريه، اهل الناصريه، شيوخ الناصريه، اشراف الناصريه، ماكو شيء ينسي، لا تقولون ما ندري، ولدنا عندكم، اهلنا عندكم، اهلنا اليوم اللي بالمخيمات بردانين يرتجفون من شده البرد والمطر والجوع هذا كله إلى حساب وكتاب صدقوني إلى حساب وكتاب وتدرون انتوا العراقيين ما يقبلون الا ياخذون مربع خلينا نتكلم عن يعني عن درايه وحقيقه احنا ما يمثلني رجل الحلبوس اللي ساكت مثلا عن عن عن, عن حقوق هاي الناس ولا يشرفني اي شيخ عشيره ساكت عن حقوق الغربيه او حقوق الوسط او حقوق الجنوب، الشهيد التشريني هو نفس الشهيد الغربيه، شهيد عاشوراء هو نفس شهيد تشرين، شهداء تشرين وعاشوراء هم نفسهم شهداء الغربيه، شهداء الغربيه نفسهم شهداء الناصريه وشهداء البصره، لابد ان يعني نكون كتله واحده نتخلص من هذا الاطار الفارسي اللي طالب رقاب الجميع يا ناس، فيا سيدي احنا ما عندنا شيء اسمه مقاومه. احنا الاطار الفارسي خونا نحكم بالخاض خاض روح انتخبوا احنا نحكم احنا الدولار بيدنا احنا نودي طهران اللي تستحقه طهران ليش؟ لان هذا مال مجهول المالك عندنا هذا الشرع عندنا احنا اعطانا الشرع الحائري يعني انت اقرا كتب الحائري احنا عندنا كتاب من الحائري يقول لنا اقتلوا الجندي العراقي اقتلوا الاسير العراقي اذا ما تقدرون تخلوا الى مكان معين المال العراقي حلال عليكم الاعراض العراقيه حلال عليكم هاي مو اليوم هاي احنا من كنا بايران هاي احنا عندنا هاي الفتاوى من الحائري او من المراجع الاخرى اللي هي تكره العراق وتكره العرب وتكره الاسلام والمسلمين